اول حاجه غادي نغير الوضعيه ديالي، صيفطت الوالد للحج الوالده، وغادي مع هاد الازمه ديال السكن غنبني غنشري دار. صافي هادشي هو الحلم ديالي انايا، نقدر نستقر. اول حاجه غادي نصيفط جده والدي للحج، غادي ندير شي جمعيه ديال اليتامى، نعود نصدق على الناس بزاف ونحج بها حتى انايا، وما تبقى ندير بها شي مشروع. بصراحة هو كي بزاف ما دير، ولكن من الأحسن في الحالات ديالنا من الأحسن ما يقبطوهاش. في الحالات ديالنا من الأحسن ما هذيك خليها اللي يعز عليهم داك الشيء ديال الفلوس كثيرة. 17 مليار أول حاجة خشي غدير بها بروجي باش بداو الناس الأولين، وتقدر تدخل الشباب بحال هكا باش ما يضيعوش، ما يبقاوش يفكروا في هذا الشيء ديال الإجرام والانحراف. راك انت عارف هذا الشيء ديال البطاله بزاف، بطاله كاينه بزاف. تقدر دير بروجيات ديال الحسيمه، يمشي حط هذيك 17 مليار حطها في حسيمه، دير بروجيات لوطيلات حتى الله ما يدار تما، ماشي تخليها جامده ولا تغسلها ولا تغسل الاموال ولا فهمتيني، خصوصا هاد الوقيته ديال تعويم الدرهم وكذا والمسائل. الحمد لله الشعب راه عارف، ولكن هذيك 17 مليار اللهم يحرك الشعب ديالنا المغربي، باش ما تنوض لا فتنه لا والو. كيف كومون سافي؟ جو سوي ان بونكي اكس بونكي. 17 مليار سا دوموند لوتوريزاسيون دو بنك المغرب، وهذاك لو مونطون حتى يديروا معاك اون اونكيت، سورا اون اونكيت او بري دو لا بوليس، منين جاك هذاك لو مونطون؟ لان باغ اكزومبل الا جاك ايور خاصك تخلص مكتب الصرف، تخلص عليه لي فراي ديال ليطاق. اما باش تشد 17 مليار وديرها في الدار سي كلك شوز، تبيض الاموال هذاك. غادي يدير لا فولي، غادي جو دوموند اون بلاصة ابن رشد، غادي تطيني. بديتي ملاحقاكم 17 مليار.